طيب عايزين بقى نبتدي معاكم بفكرة مشاركة بعثة مصرية كبيرة جدا، تعتبر هي يعني البعثة الأكبر عبر تاريخ مصر في المشاركات الأولمبية المختلفة. فكرة إن في إن شاء الله لاعب واحد بس بيتألق وبيشرفنا برفع اسم مصر في كل مكان، دي بتبقى حاجة طبعا لطيفة جدا. لو هنتكلم عن البعثة الأولمبية المصرية في طوكيو، برضو من ضمن الأمور اللي عايزين نقف عندها أكيد فكرة روح القائد، لأن دي حاجة مهمة جدا 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 الحقيقة. يعني روح القائد دي كانت متحققة جدا وكانت واضحة بشكل ملفت جدا للأنظار فيما يتعلق بالألعاب الجماعية بصفة خاصة زي كرة القدم وكرة اليد. محمد الشناوي حارسنا العظيم يعتبر خير دليل على صحة هذا الكلام اللي بيتقال. قد إيه كان بيقود المنتخب الأولمبي بكل قوة وبكل حماس وبكل تحمل للمسؤولية، تصدى للعديد من التسديدات بتألقه المعهود، وكمان الى جانب دوره كقائد. الشناوي امبارح تصدى للعديد من الفرص المحققه امام البرازيل، لدرجه ان كل السوشيال ميديا الحقيقه كانت بتتكلم سواء اهلاويه او زملكاويه، الكل كان بيشيد باداء محمد الشناوي. طبعا منتخبنا الاولمبي للاسف الشديد خلصت مهمته في طوكيو، وبنقول له شكرا جزيلا وبنتمنى ان شاء الله ان القادم يكون احسن بكتير من اللي فات. طبعا احنا عندنا اكيد الفتره اللي جايه منافسات في العاب اخرى مختلفه، وبنامل في ان احنا يعني نحقق اكتر من ميداليه فيها. بمناسبة الكلام عن إشادة الجميع بالشناوي، والنقطة اللي كنت بكلم حضراتكم عنها إن مفيش بقى حاجة اسمها أهلي وزمالك في المنتخبات، إحنا في الأول في الآخر بنشجع بلدنا، بغض النظر بقى اللاعب اللي بيتألق ده هو من الأهلي هو من الزمالك ما تفرقش كتير. فكرة إن إحنا بنفوز، فكرة إن إحنا بنشارك بأداء مشرف طبعا حاجة محترمة جدا. لازم نتوجه بكل التحية لمنتخب اليد اللي تأهل لربع نهائي منافسات طوكيو، وبرضه ما ننساش دور القائد اللي بيمثله أحمد الأحمر اللي الحقيقة أصبح يعني هو الهداف التاريخي لمصر في الدورات الأولمبية المختلفة. أداء رجولي وروح قتالية عالية جدا، وفعلا الفريق كله كان على قلب رجل واحد. مفيش كلام عن أندية، كلنا تحت مظلة منتخب مصر، وكلنا بنتمنى ان الشعور ده يعني يستغل وننميه الفتره اللي جايه في كل منافساتنا المحليه، عشان يعني المشاهدات اللي مش لطيفه اللي تعرضنا لها كتير الفتره اللي فاتت ما بين مشجعين من فرق مختلفه، كل واحد طبعا بيحب الكيان هو بيشجعه، ولكن في طريقه تعبيره عن محبته للنادي بيسيء للنوادي الاخرى.